لحظات تنطلق المباراة ما بين فريقي النهضة الرياضي البركانية ونادي الجيش الملكي في إطار الأسبوع 30 في دوري المحترفين المغربي. الآن نشيد الوطني المغربي. الحول عبد الهادي، سفيان البهجة، واسماعيل العماري. في الاحتياط ايوب لكرد، رشيد بريقل، يوسف سعيدي، ايوب الشرطي، بركاك نبيل، ياسين محيو، ومحمد فرحان. المدرب الفرنسي بيرتران مارشون يساعده هلال الطاهر اللاعب السابق في نادي الرجاء الرياضي البيضاوي. تشكيلة الفريق القادم من الرباط، نادي الرجاء، نادي الجيش الملكي. ياسين الحواصلي في الحراسة، بقية لاعبين حمزة حجي، إلياس حداد، المهدي بن رحمة، عبد الرحيم الشكير، يوسف أنور، أنس عزيم، المهدي النغمي، زهير أوشن، ومصطفى اليوسفي، بالإضافة إلى إسماعيل السردي. في الاحتياط هناك سفياني بوشعيب، المهدي أجرباوي، يونس حمال، أيوب بن عدي، أشرف هرماش، يوسف العماري، والمدرب السيد العزيز. إذن هاتي صور تذكارية لنادي الجيش الملكي وصور تذكارية للفريق البركاني نادي النهضة، بالإضافة إلى حكام المباراة. أخذت كذلك لهم صورة تذكارية. هي المباراة 30، المباراة الختامية. كل التوفيق للفريقين في هذا اللقاء. نادي الجيش الملكي صاحب 47 نقطة في نفس الترتيب مع فريقي اتحاد طنجة والرجاء البيضاوي. اتحاد طنجة في ملاقاة الرجاء البيضاوي هناك في الملعب الرائع في مدينة طنجة، ملعب جميل، ملعب البلدي ببركان، أرضية الملعب رائعة جدا وجو رائع، وكل ظروف مواتية لمباراة كبيرة ما بين الفريقين النهضة الرياضي البركانية، الفريق الذي قدم أشياء كثير في هذا الموسم، كان قريبا من احتلال أحد المراكز المؤهلة إلى الكؤوس الأفريقية. بالتوفيق له في الموسم القادم، وكذلك بالتوفيق لنادي الجيش الملكي، الفريق الذي قدم موسما جيدا مع المدرب العزيز. نعم السيد العزيز قدم مع الفريق أداء جيدا والفريق حقق نتائج إيجابية. الآن الفريق عينه على المركز الثالث مؤهل إلى كأس الاتحاد الأفريقي. حكام مباراة من عصبة الدار البيضاء الكبرى، الدين إبراهيم الحكم الأول، مساعد أول يوسف مبروك حكم الثاني، خالد المردي الحكم الرابع، حسن رحماني من عصبة الشرق، والمراقب أحمد الإبراهيمي. نادي النهضة الرياضي البركانية كان قد تعادل ذهابا هناك في الرباط أمام الجيش الملكي بالتعادل 0-0.
المهدي بلطام لعب السابق في النادي الرياضي القنيطري ولعب النهضة الرياضي المكانية منذ أكثر من ثلاث مواسم. ضربة بداية لنادي الجيش الملكي، يلعب من يمين إلى يسار شاشة بزيه الاعتيادي، زي الأسود والأحمر والأخضر. نادي الجيش الملكي من يمين إلى يسار الشاشة، ونادي النهضة الرياضي البركانية بأقمصة بيضاء وسراويل برتقالية من يسار إلى يمين الشاشة. نور الدين إبراهيم في الأسبوع الماضي قاد مباراة نحو الصعود إلى القسم الثاني هواة في عصبة الدار البيضاء الكبرى، ومن عصبة الدار البيضاء الكبرى انطلقت المباراة. كرة من أصدقاء اللاعب شكير، كرة أمام وضربة حرة، يقول حكم المباراة نور الدين إبراهيم لمصلحة فريق الجيش الملكي، لمصلحة اللاعب مصطفى اليوسفي. ضربة حرة خطيرة، هل تحمل جديد في مدينة بركان لمصلحة نادي الجيش الملكي؟ بداية هجومية لفريق الجيش الملكي. مشاهد هنا الإعادة، خطأ ارتكبه اللاعب المهدي بلطام حسب ما قاله الحكم، حسب إشارة الحكم السيد نور الدين إبراهيم. دائما الحكام المغاربة يقومون بتحكيم جيد على الصعيد الأفريقي والعربي، ويشرفون التحكيم المغربي بشكل جيد. دقيقة واحدة مرت على زمن أحداث شوط المرة الأول. ضربة حرة وراء الكرة، لاعب عبد الرحيم شكير كذلك لاعب رقم ثلاثة. من سوف يسدد الكرة؟ أشرف شكير، عبد الرحيم شكير العميد يتهيأ، معه اللاعب أنس عزيم. من سوف يسدد ضربة حرة قريبة من منطقة الجزاء بحوالي تقريبا 20 متر؟ سدد الشكير وتمر كرة جانبية في أول فرصة خطيرة لمصلحة الفريق القادم من الرباط الجيش الملكي. تسديدة قوية من الشكير، شاهدوا هنا تسديدة قوية والكرة تمر بمحاذاة القائم الأيسر لمرمى الحارس رضا التقناوتي، رضا أحمد التقناوتي حارس مرمى نادي النهضة الرياضي البركانية. في أول إشارة لخط هجوم فريق الجيش الملكي. فريق الجيش الملكي عودا على تقديم مستوى جيد خارج دياره بعيدا عن الرباط، يلعب دائما مباريات هجومية، يعتمد على الهجمات المنظمة والسريعة. كرة مع الفريق البركاني، ملعوبة الكرة من لاعب ناجي العربي، هذا اللاعب سبق في النادي القنيطري. وهجمة خطيرة لفريق النهضة البركانية، وركلة جزاء، ركلة جزاء لمصلحة فريق النهضة الرياضية البركانية. ضربة جزاء لمصلحة الفريق البركاني، نعم ضربة جزاء يقول الحكم، وبطاقة صفراء اللاعب رقم 15 حجي. إذا الدقيقة الثالثة، ضربة جزاء لمصلحة الفريق البركاني، دخول داخل منطقة الجزاء من قبل اللاعب عبد الهادي حلحول، لعب السابق في نادي المغرب الرياضي الفاسي. وضربة جزاء، ضربة جزاء لمصلحة الفريق البركاني، ضربة جزاء لفريق البركاني، هل تمنح الجديد والهدف الأول في المباراة؟ جزاء، تسديد الجول، هدف اول، جول لمصلحة فريق النهضة الرياضية البركانية، هدف اول في مباراة عن طريق اللاعب اسماعيل العمري، يسدد كرة قوية بالرجل اليمنى وتهز الشباك، نعم، والكرة في الجهة اليسرى، 1-0 لمصلحة فريق البركاني، النهضة الرياضية البركانية، هدف الجيش الملكي، لا شيء، بعد مضي 4 دقائق من زمن أحداث الشوط الأول في هذه المباراة. نعم،
يساد الكرة بشكل ممتاز. إسماعيل عمري على يسار الحارس رغم ارتماعة الحارس ياسين الحواصلي، ولكن الهدف سجل بشكل ممتاز عن طريق ضربة جزاء 1-0. البركانيون متقدمون في النتيجة 1-0. هجمتان خطيرتان لكل فريق، والهدف الأول للفريق بركاني يمنح التفوق الآني للفريق الممثل لمنطقة الشرق. نعم، سندباد الشرق فريق المرضية الوجدية وفارس الشرق نادي النهضة الريادية البركانية. النهضة البركانية 1-0. نور الدين إبراهيم حكم هذا اللقاء. كرة مع اللاعب رقم 2 أنس النية ينفذ التماس، والكرة إلى خارج أرضية الملعب. رمية جانبية، رمية تماس لمصلحة فريق النهضة الرياضية البركانية، هدف لمصلحة فريق الرباطي. الفتح الرباطي يتقدم في النتيجة على حساب نادي المرضية الوجدية. نعم، 1-0، والبطولة رباطية حسب الأخبار القادمة من الرباط. 1-0 لنادي الفتح الرباطي. فتح والوداد قدم مستوى جيدا، بالإضافة إلى فريق الظاهرة هذا الموسم هو نادي اتحاد طنجة، عرف كيف يحقق نتائج إيجابية. الجيش الملكي في مستوى جيد في مرحلة الإياب مع السيد العزيز. الفريق حقق انتصارات كثيرة. كرة لمصلحة الفريق البركاني، كرة مع أصدقاء اللاعب عبد الهادي حلحول. كرة في التماس على صورة هلال الطائر اللاعب السابق في نادي الرجاء البيضاوي. النهضة البركانية هدف الجيش الملكي 0. رمية التماس لمصلحة الفريق البركاني. كرة من اللاعب أمين صديقي. تماس مرة أخرى لنادي النهضة البركانية. شاهدنا مباريات جميلة في الدوري المغربي للمحترفين في نسخته الخامسة، وشاهدنا أهدافا رائعة في مرحلة الذهاب وفي مرحلة الإياب. مشاهدينا الكرام، هنا الكرة لمصلحة فريق البركاني، ولكن الكرة تصبح في حوزة فريق الرباطي نادي الجيش. كرة بركانية الآن، محاولة وتسديدة، وتسديدة قوية الآن من قبل لاعب رقم 5 محمد بن رابح. محمد بن رابح يسدد كرة قوية تذهب بعيدة عن مرمى الحارس ياسين الحواصلي. استمر التفوق 1-0 لمصلحة نادي النهضة الرياضية البركانية ونادي الجيش الملكي بهدف اللاعب إسماعيل، لاعب رقم 20 إسماعيل العمري. هنا هجمة لفريق الجيش الملكي وركنية. ركنية لزملاء اللاعب عزيم، كان وراء الحصول على ركنية اللاعب أوشن زهير. زهير أوشن رقم 29. ركنية تنفيذ اللاعب عبد الرحيم شاكر. عبد الرحيم شاكر نفذ ركنية. تدخل دفاعي من نادي النهضة البركانية. كرة لمصلحة الفريق الرباطي، والكرة في الركنية مرة أخرى. نادي الجيش الملكي ليس متراجعا الخلف منذ بداية المباراة وهو يهجم. فريق البركاني في ظل غيابات عديدة يحاول أن يسجل انتصار. غياب اللاعب كوناتي اللاعب المالي تواجد مع منتخب بلاده في تصفيات المؤهلة لكأس أفريقيا 2017 في الجابون. ركنية تنفذ، محاولة خطيرة لفريق الجيش الملكي. كرة مع نادي النهضة البركانية، هجمة مضادة من الجهة اليمنى، والكرة في التماس لمصلحة الجيش الملكي. أصدقاء اللاعب يوسف أنور. خطأ لمصلحة فريق الجيش الملكي. 9 دقائق. النهضة البركانية هدف الجيش الملكي 0. استطاعت فريق النهضة الرياضية البركانية شن هجمات خطيرة.
باستطاعة فريق الجيش الملكي الوصول إلى مرمى الفريق البركان. كذلك توفر عليه فريق من لاعبين في المستوى. هنا الكرة تنفذ بشكل خاطئ إلى خارج أرضية ملعب العزيز. صورة المدرب القريب من اللاعبين وابن الفريق، اللاعب السابق في المنتخب المغربي. حضور جمهور قليل في مدينة بركان، لكن الفريق بصراحة كان مؤازرا منذ بداية الجولة الأولى بجماهيره العاشقة لفريقها البركاني النهضة. النهضة البركانية جمهورها دائما يتذكر الأسماء البارزة شهبون وبوسحابة والعديد من اللاعبين البارزين في الفريق البركاني. كرة مع أصدقاء اللاعب عبد الرحيم شكر، حبل الكرة من جهة اليسرى صديقي، كرة من اللاعب أنس النية في اتجاه اللاعب محمد بن رابح. حالة تسلل الحكم المباراة، تسلل ضد فريق نهضة الرياضية البركانية، أول حالة تسلل في هذه المباراة. مع أصدقاء اللاعب رحيم شاكر، مهدي النغمي اللاعب السابق في نادي أولمبيك آسفي، أولمبيك آسفي الذي كان قريبا من النزول إلى الدرجة الثانية. الفريق قدم مباريات جيدة، الفريق أنقذ موسمه، هو كذلك فريق النادي الرياضي القنيطري. الكوكب الرياضي المراكشي في مواجهة النادي القنيطري، عليها أن تحصل الانتصار. فريق مراكشي سيبحث عن الانتصار. المغرب فاسي نازل رسميا للدرجة الثانية. استمر تفوق الفريق الرباطي، الفتح الرباطي على حساب المولودية الوجدية بهدف مقابل صفر. كرة بركانية الآن، كرة مع أصدقاء اللاعب عبد الهادي حلحول، حلحول إلى اليمين إلى اللاعب أنس نية. لاعب أنس عناية، قلت أنس عناية. كرة مع المهدي بلطام، مهدي بلطام في اتجاه لاعب حلحول الى امين الصديقي. تمريرة عنوانه الابرز، تسديده قويه على شكل تمريرة ولكن الى خارج ارضيه الملعب. كرة مع الفريق البركاني الان، نهضة البركانيه تحصل على خطا، خطا لمصلحه فريق النهضه الرياضي البركانيه. ملعب جميل في مدينة بركان، ملعب جميل آخر في إصلاحات الملعب البلدي بالقنيطرة، ملاعب أخرى جديدة انضافت. كل هذا يخدم مصلحة كرة القدم، وبتوفيق المنتخب المغربي المتأهل إلى كأس الأمم الأفريقية بعد فوزه على منتخب كابو فيردي. بتوفيق المنتخب المغربي الذي تعادل مع منتخب ليبيا بهدف مقابل هدف. لاعب نبيل درار، ضربة حرة تنفذ قبل الفريق البركاني. لاعب العميد، قلت من لاعب عميد الدفاع، نعم المهدي بلطام قائد دفاع الفريق البركاني. هنا محاولة خطيرة، حالة تسلل على لاعب رقم 13 في الفريق البركاني. سفيان البهجة، سفيان البهجة وابن أحمد البهجة، اللاعب السابق في المنتخب المغربي، لاعب تألق كثيرا مع نادي اتحاد جدة السعودي في دوري أبطال آسيا، تألق مع المنتخب المغربي.
التسعينات. استمر التفوق للفريق المكاني بواحد مقابل صفر. المولودية الوجدية منهزمة بالرباط بواحد مقابل صفر. المباراة القادمة من ملعب نادي الفتح. فوز بالمباراة أمام المولودية الوجدية يعني فوز الفريق الرباطي بأول لقب له في الدوري المغربي لكرة القدم. هنا فرصة وكاد فريق الجيش الملكي وعاد النتيجة لولا تدخل الدفاع والكرة إلى الخارج. نعم لم يلمس المدافع البركاني ولكن الكرة سدد بشكل قوي جدا من قبل لاعب نادي الجيش الملكي لاعب يوسف أنور. ربع ساعة مرت على زمن الشوط الأول والبركانيون متقدمون في النتيجة بواحد مقابل صفر. المنتخب المصري تأهل إلى كأس الأمم الأفريقية عقب فوزه على منتخب تنزانيا في دار السلام بهدفين مقابل صفر. أهداف محمد صلاح اللاعب الرائع لاعب نادي آيس روما الإيطالي لاعب نادي فريق جالروسو ومهدي بن عطية قد يرحل إلى الدوري الإيطالي يلعب مع نادي اليوفنتوس حسب ميركاتو إيطاليا. كل التوفيق للاعبين المغاربة في المهجر في البطولات الأوروبية. حكيم زياش إن شاء الله يذهب إلى فريق أوروبي كبير. كرة مع الفريق قادم من الرباط نادي الجيش الملكي. عمل كرة بشكل ممتاز قبل مهدي بالرحمة لاعب شاب لم يصل الكرة. لاعب يوسف أنور تمريرة من الجهة اليمنى حمزة حجي. كرة في ضربة مرمى لمصلحة الفريق البركاني. مهد البركانية هدف الجيش الملكي صفر. فريقان جديدان في دوري المحترفين في الموسم القادم الرياضي 2016-2017 وهما شباب أطلس خنيفرة وشباب قصبة تادلة. مرحبا بهما في دوري المحترفين في الموسم الرياضي القادم. كل التوفيق للرياضة العربية إن شاء الله في أولمبياد ريو دي جانيرو في البرازيل في شهر أغسطس القادم. يغيب اللاعب الشيخي بسبب حصوله على 8 إنذارات من فريق الجيش الملكي بينما يغيب الحارس محمدي تواجده مع المنتخب المغربي التي لعب ضد منتخب ليبيا في ملعب رادس في تونس العاصمة. ويغيب كذلك عن فريق النهضة الرياضي البركاني كل من كوناتي وتراوري مع منتخب مالي ودايو مع منتخب بوركينا فاسو وروي اللاعب الغوياني المتواجد مع منتخب بلاده منتخب غويانا في تصفيات الكونكاكاف تصفيات دول أمريكا الشمالية والوسطى وجزر الكاريب. كوبا أمريكا انطلقت بفوز منتخب كولومبيا على منتخب الولايات المتحدة الأمريكية بهدف مقابل صفر. سجل خاماس رودريغيز لاعب نادي ريال مدريد هدفا من ركلة جزاء. كرة الآن للفريق الضيف الجيش الملكي فريق الزائر الراغب في تعديل النتيجة قبل نهاية الشوط الأول. وصلت المباراة إلى دقيقتها 18. شهر رمضان أبرك يدخل على الأمة العربية الإسلامية بالخير والبركة واليمن والتيسير إن شاء الله. توفيق للمنتخب المغربي إن شاء الله في تصفيات كأس العالم لروسيا 2018. فرصة أن الجيش الملكي تمريرة ممتازة محاولة تسديد يوسف أنور مع يوسف أراد تمرير الكرة تسديدة قوية صد الحارس ومرة أخرى صد الكرة الحارس في مناسبتين يصد الكرة الحارس رضا التقناوتي. ممتاز الحارس التقناوتي تصديات جيدة تصديان رائعة الحارس التقناوتي منع فريق الجيش من تعديل نتيجة. هجمة يا أصدقاء اللاعب مهدي ناغمي تمريرة خاطئة من مهدي ناغمي والكرة في التماس أبعدها الدفاع البركاني أبعدها اللاعب الصديقي إلى التماس. شاهد هنا تسديد من لاعب بالرحمة تسديدة قوية
لم تغادر الحارس. كرة تصدرها المرة الثانية أمام لاعب نادي الجيش الملكي. في تصديان جيدا للحارس أمام اللاعب زهير مشن أبعد الكرة الحارس رضا التكناوتي مانع عن فريق الجيش الملكي من إدراك التعادل في مدينة بركان أمام النهضة. النهضة الرياضية البركانية متقدمة في النتيجة بواحد مقابل صفر. أتمنى السلامة لجميع اللاعبين لاعبي كلا الفريقين في هذا اللقاء، والسلامة لجميع لاعبي الدوري المغربي المحترفين. هذا الموسم من النقاط القوية، الجمهور المغربي الذي يعشق كرة القدم قدم لنا يعني صورا جميلة في تشجيع وفي مؤازرة الفرق عبر تيفوهات رائعة وجميلة. في مباريات عديدة شاهدنا الجماهير المغربية وهي تشجع فرقها بشكل جيد وبشكل حضاري. الفتح متقدمة على المولودية بواحد مقابل صفر، يعني أن اللقب هناك في الرباط لأول مرة للفريق الرباطي بعد ما فاز بلقب كأس العشر ولقب كأس الاتحاد الأفريقي مع المدرب حسين عموت المدرب السابق لفريق النادي السد القطري، فريق السداوي الفريق القوي في دوري نجوم قطر. فتح واحد المولودية الوجدية صفر. هنا في بركان النهضة متفوق على الجيش بواحد مقابل صفر بعد مرور 21 دقيقة. يعني التوقيت في جميع الملاعب توقيت في نفس الدقيقة. كل المباريات من ناحية الزمن انطلقت في الساعة الخامسة مساء. ضربة حرة للفريق البركاني من الجهة اليمنى وراء الكرة لاعب رقم 5 لاعب محمد بن رابح. محمد بن رابح اللاعب السابق في المنتخب الأولمبي المغربي. المباراة تجرى في أجواء رياضية عالية. هنا اللاعب هنا ساقط الأرض ضربة حرة الكرة اللاعب محمد بن رابح. كرة بعيدة بحوالي تقريبا 30 متر نفاد الضربة الحرة. نادي النهضة البركانية يحاول الاستحواذ على الكرة. حتى الآن يمكن القول على أن المباراة متكافئة بين الفريقين على مستوى الاستحواذ على الكرة. حتى وإن تقدم فريق النهضة البركانية سوف يتقدم ب 52% مقابل 48 على حساب الفريق الرباطي. كرة من أصدقاء اللاعب مهدي بلطام. مهدي بلطام مرر الكرة إلى زميله اللاعب إسماعيل عماني صاحب الهدف الوحيد. كرة مع أصدقاء اللاعب عناية. كرة بركانية الآن. سفيان بهجة هنايا مر الكرة فقط إلى لاعبي فريق الجيش الملكي. كرة ضاعت من فريق البركاني وكرة الآن لنادي الجيش الملكي. أين فريق النية تلقى صفراء اللاعب صديقي تلقى صفراء الأولى على لاعب فريق النهضة الرياضية البركانية من صديقي. ضربة حرة خطيرة جدا قد يسددها مباشرة في اتجاه مرمى الحارس رضا التكناوتي. رضا أحمد التكناوتي حارس مرمى الفريق البركاني فريق النهضة.
الكرة اللاعب العميد عبد الرحيم شاكر. أولمبيك ريمي متفوقة في مباراتها بهدف مقابل صفر. فوز أولمبيك كوريمكا يعني بقاؤها في دوري المحترفين رسميا. محورة خطيرة. عبد الرحيم شاكر فوق على حساب الدفاع حسن الجريدي. حاول تسديد، تسديدة غير جيدة من قبل لاعب إلياس حداد. كرة لفريق طيف على الكرة. مش عكسية تحت المكانية. كرة في اليمين. وتمريرة ممتازة. جول. ضاعت فرصة. كان بإمكانه أن يسجل الهدف الثاني. تمريرة ممتازة من الجهة اليمنى من حمدي العشير. وكان بإمكان فريق النهضة المكانية تسجيل الهدف الثاني. ضاعت فرصة على الفريق البركاني، فرصة خطيرة. حمدي العشير يمرر كرة ممتازة، واللاعب إسماعيل العمر يضيع بشكل غريب جدا هدفا حقيقيا أمام الحارس ياسين الحواصلي. يعني لو أتيحت فرصة مثل هذه لإسماعيل عمري لسجلها في المرة القادمة. هنا ركنية تنفذ بشكل غير مباشر. تمريرة ممتازة وإبعاد الكرة لاعب فريق الجيش الملكي. كرة في اليمين. محاولة من لاعب عربي الناجي. هو الفريق السائر نادي الجيش الملكي. تشجيعات للعربي الناجي. هدف ثاني فريق أولمبيك خريبكا بالجديدة. الدفاع الحسن الجديد صفر. أولمبيك خريبكا هدفان. الأولمبيك تريد تأمين نتيجة الفوز هناك في الجديدة. أولمبيك خريبكا متفوقة بهدفين مقابل صفر. حماس كبير فريق خريبكا من أجل الخروج بالانتصار، من أجل تأكيد بقائه في دوري المحترفين. شارك في دوري أبطال أفريقيا لما تأهل لسوء حظه. سوء حظ الكره المغربيه لدوري المجموعات بالتوفيق لفريق الوداد البيضاوي. ان شاء الله يصل المباراه النهائيه ويفوز مع الويلزي جون بنجامين توشاك بلقب دوري ابطال افريقيا سنه 2016. ان شاء الله توفيق لفريقين الفتح الرباطي والكوكب مراكشي يتواجدان في مجموعه ثانيه في كاس الاتحاد الافريقي. ضربه حره تنفذ مركانيه في اتجاه المهدي بلطام. تدخل دفاع الجيش والكرة في التماس. تماس لمصلحة فريق النهضة. تماس للفريق البركاني. نلعب الدقيقة 27. مهدي بلطام إلى الحارس رضا التقناوتي. مال الكرة إلى الجهة اليسرى إلى اللاعب أمين الصديقي. اسماعيل العمري. مهدي بلطام الى انس نية. انس نية مرر الكره الى صوفيا البهجه. الى انس نية من جديد. كره بركانيه. احمد البهجه. حمد العشير. وجود لخطا يقول حكم مباراه. كره مع الفريق طيف الجيش الملكي. كره مع اصدقاء اللاعب عبد الرحيم شاكر. وجود لخطا يقول الحكم. كرة بركانية. كرة في الجهة اليسرى. صديقي. صديقي أمين. أمين شكرا خلف. كرة فريق بركاني. وهدف التعادل. هدف التعادل الآن في مرمى نادي الفتح الرباطي. هدف المولودية الوجدية. المولودية تعادل النتيجة في الرباط. الفتح الرباطي هدف. المولودية الوجدية هدف. واحد مقابل واحد هناك في الرباط. يبقى يعني الفريق الرباطي ملزما عليه الفوز. ضربة رأسية ناجحة وهدف. فريق
وجدي يعاد النتيجة من خلال ضربة رأسية حسب الأخبار القادمة من الرباط، واحد مقابل واحد في الرباط. فوز منذير وجدية وفوز الوداد يعني اللقب سيذهب إلى الدار البيضاء، إلى العاصمة الاقتصادية، إلى الفريق الودادي. ضربة حرة لنادي الجيش الملكي، تعادل فتح الباطن مع المنذير وجدية، ورغم فوز الوداد في نهاية أحداث المباراة فإن اللقب سيكون رباطي لنادي الفتح، لكن في حالة هزيمة الفتح وفوز الوداد اللقب سيكون ودادي بيضاوي. كرة بركانية الآن من الجهة اليسرى، وجود لخطأ يقول حكم المباراة. عشير سدد كرة صدها الحارس مرة أخرى، بشكل هجوم فريق النهضة البركانية خطرا على الجهة اليسرى من دفاع فريق الجيش الملكي. أحمد بهجة إلى حمدي العشير، حمدي العشير، حمدي سدد كرة قوية ولكن بعيدة عن القائم الأيمن لمرمى الحارس ياسين الحواصلي. شاهد هنا الفرصة الضائعة لحمدي العشير، اللاعب الذي يشغل منصب الجناح الايمن في نادي النهضه البركانيه. هدف لاعب العماري اسماعيل جاء في الدقيقه الرابعه اثر تنفيذ ضربه جزاء. مدرب سيد العزيز سوف يقدم على التغيير الاول في المباراه قادم الثواني على ما اعتقد. كرة مع فريق جيش ملكي، كرة من اسماعيل السردي والكرة في الأمام، حاول التسديد ضيع من قبل زهير أوشن. مهدي بن رحمة، مهدي مر الكرة إلى الجهة اليسرى، أنور يوسف، أنور يوسف، أنور يوسف. أحمد بهجة ممتازة إلى اللاعب حمدي العشير، حمدي، حمدي، حمدي مع أنس نية في اليمين، أنس نية مرر الكرة، عاد من دفاع فريق الجيش الملكي، حمدي العشير حاول التسديد، حمدي ولعبة ثنائية مع حمدي العشير، حمدي العشير، حمدي والكرة في الركنية، ركنية بركانية. فرصة أخرى فريق البركاني من ضربة ثابتة، ركنية من الجهة اليمنى من هجوم فريق النهضة الرياضي البركانية، تحمل خطورة هذه الركنية، نعم تحمل خطورة كبيرة بفضل وجود لاعبين يسددون الكرة بضربات رأسية بشكل جيد. أحمد بهجة ومهدي بلطام، نسيان لاعب إسماعيل العمري، لاعبون جدد تسديد الكرة بالرأس بشكل جيد. هل يأتي الهدف الثاني في هذه المباراة للفريق البركاني؟ هذا مطمح الفريق المحلي، ممكن تنفذ مصلحة النهضة البركانية. إمكانية هجمة عكسية، نعم هجمة عكسية للفريق الضيف. الكرة في التماس، تماس لأصدقاء اللاعب زهير أوشن وأنور يوسف. الجيش الملكي لم يركن إلى الدفاع، فريق الجيش الملكي يبحث عن هدف التعادل منذ أن سجل الهدف الأول فريق بركاني عن طريق ضربة جزاء سجلها بنجاح على الجهة اليسرى من مرمى الحارس ياسين الحواصلي لاعب إسماعيل العمري. نلعب الدقيقة 34 ثمن الشوط الأول على بعد 11 دقيقة على نهاية الشوط الأول. يسعى جاهدا فريق الجيش لتعديل النتيجة، ولما لا خلب نتيجة المباراة
التفوق بهدفين مقابل هدف. يعني مباريات عديدة في كرة القدم لا العربية ولا الأفريقية ولا الدولية شهدنا أهدافا في أقل من ثلاث دقائق. كرة الآن مصلحة فريق بركاني، تمريرة من اليمين، والحكم لمسة يد من قبل أحمد باشا. بالرحمة ينفذ ضرب الحرة، كرة في الجهة اليسرى، إسماعيل السردي في اتجاه أنور يوسف، كرة بركانية لأصدقاء اللاعب مهدي بلطام. عبد الرحيم شاكر مر الكرة فقط إلى الدفاع البركاني، والكرة في ضربة مرمى. ضربة حرة يقول الحكم السيد نور الدين إبراهيم. هذا البركانية هدف، الجيش الملكي صفر. صفر في الرباط. ضربة حرة لمصلحة الفريق الزائر، الجيش الملكي، مصلحة اللاعب مصطفى اليوسفي. ضربة حرة، الضربات الثابتة قد تشكل مصدر خطورة على مرمى الفريق البركاني، وقد تشكل إزعاجا كبيرا للدفاع البركاني. وراء الكرة كل من أنس عزيم وعبد الرحيم شاكر. مرة أخرى هل هناك تسديدة قوية مباشرة في اتجاه المرمى؟ من سوف يسدد؟ هل عبد الرحيم شاكر أم ثلاثة؟ أنس عزيم، أنس عزيم لاعب الأشول، نفذ عبد الرحيم شاكر، والكرة تمر بسلام على مرمى الفريق البركاني. الكرة تعتلي مرمى، سدد الكرة بالرجل اليمنى وتعتلي مرمى البركانية. اعتمد على التسديد بشكل قوي لاعب عبد الرحيم شاكر على بعد ثمان دقائق. نهض المكانية هدف، الجيش الملكي صفر. مرات فتح والمرديه الوجديه واحد مقابل واحد. حاليا نهايه النتائج المسجله، اللقب للفتح الرباطي. كره بركانيه الان، تمريره من جهه الوسطى في الملعب إلى حمدي العشير. حمدي مر الكرة في اتجاه اللاعب البركاني رقم 29 عبد الهادي حلحول، في وضعية صعبة جدا. تلك الوضعية الصعبة يعني لاعب أراد تمرير الكرة، لم يود تسديد الكرة، ولكن كان يود تمرير الكرة، ولكن التمريرة لم تكن جيدة. التمريرة بعيدة جدا عن لاعب الصديقي. التمريرة من اللاعب رقم 20 إسماعيل العمري. تماس لمصلحة فريق الجيش. الجيش الملكي منهزم في بركان بالملعب البلدي بواحد مقابل صفر. هدف وقع في الدقيقة الرابعة من مطلع زمن الشوط الأول، بعد ما حصل اللاعب عبد الهادي حلحول لعب السابق في المغرب الرياض الفاسي على ضربة جزاء، فدى بنجاح الياس العمري هازما الحارس ياسين الحواصلي. لعب ساقط الارض في نادي النهضة الرياضي البركانية. دخول الاطار الطبي، اسعاف اللاعب. لعب ساقط الارض ولعب
إهانة سنية. رقم اثنان، نعم هنا سقوط على الأرض على بعد 6 دقائق على نهاية الشوط الأول. نهضة بيد المركانية، هدف قلت الجيش الملكي 0. الدقائق الخمس الأخيرة نهاية الشوط الأول، والنهضة البركانية متقدمة بفارق هدف واحد، 1-0 على الجيش الملكي في هذا اللقاء. كرة مع السارتي إلى يوسف أنوار، إلى عبد الرحيم شاكر، كرة في الجهة الخلفية من الملعب فريق الرباطي. يوسف أنوار تقدم الكرة، يوسف يسقط على الأرض، حكم مباراة نحو ضربة حرة، تلعب بشكل سريع جدا. في اليمين تمريرة عالية، تدخل الدفاع، كرة مع الحارس رضا التكناوتي. خطأ لمصلحة اللاعب حمدي العشير، اللاعب الذي يشكل خطرا كبيرا على دفاع فريق الجيش الملكي. في الدقائق 15 الماضية، انسلالاته من الجهة اليمنى وتمريراته في منطقة جزاء نادي الجيش الملكي شكلت خطورة، لكن تستغل تلك التمريرات بشكل الجيد بشكل المطلوب. محورة وراء الكرة اللاعب رقم 5. محمد بن رابح في الضربة الحرة، تدخل دفاع جيد من 3 أنس عزيم، هجمة سريعة فريق الجيش الملكي، حاول التسديد على ما يبدو تسديدة قوية، والكرة في الشباك الجانبية، تضيع فرصة على فريق الجيش الملكي لإدراك التعادل. شاهدوا هنا الفرصة من المهدي النغمي، تسديدة قوية برجل يسرى، والكرة في الركنية، مسح الحارس بأطراف أصابعه وحولها إلى ضربة زاوية، زاوية سينفذها العميد القائد عبد الرحيم شاكر. نعم دقيقة 42 الشوط الأول، نفذ ركنية ضربة رأسية وفي المرمى، جول لمصلحة الجيش الملكي، هدف التعادل، ضربة رأسية ناجحة في المرمى، جول لمصلحة نادي الجيش الملكي، هدف جميل، ضربة رأسية لم تترك ولا فرصة ولا حظ لمرمى الحارس البركاني رضا تكناوتي، مسجل الهدف المهدي النغمي بضربة رأسية رائعة جدا، والكرة في الجهة اليمنى من مرمى الحارس رضا تكناوتي لتصبح النتيجة 1-1. النهضة الرياضية البركانية 1، الجيش الملكي 1، في الزاوية 90، نعم في الزاوية 90 ضربة رأسية من مهدي النغمي، هدف جميل يسجله الفريق القادم من الرباط الجيش الملكي. النهضة البركانية هدف، الجيش الملكي هدف. شاهدنا هدفين في 43 دقيقة من زمن أحداث شوط المباراة الأول، 1-1. كان يسعى جاهدا فريق الذي يلعب بزي اسود احمر والاخضر فريق جيش ملكي تعدي نتيجه، عدل النتيجه، سيبحث عن هدف الانتصار وقد يبحث عن اهداف اخرى في هذا اللقاء. الفريق بركاني لن يتراجع للخلف دون شك، سيلعب مباراه هجوميه كما هو حال دائما الفريق البركاني عندما يلعب داخل ميدانه او خارج ميدانه منذ بدايه الموسم. هنا الفرصه من احمد باشا، سدد كره ولكن يصدها انس عزيم، كره فريق الضيف جيش ملكي،
استلقاء اللاعب يوسف أنور، كرة في التماس آخر ثواني الشوط الأول. العزيز بالنسبة له هدف مهم جدا قبل متى نهاية الشوط الأول، يأتي هدف دون شك سيحفز اللاعبين لشوط ثاني، ستكون في الإثارة حاضرة. نشوق حذر الثواني الأخيرة للشوط الأول، النهضة البلكانية هدف، الجيش الملكي هدف، هدف إلياس العمري عن طريق ضربة جزاء في الدقيقة الرابعة من مطلع الشوط الأول، هدف التعادل عبر اللاعب المهدي النغمي في الدقيقة 43. الحكم الدين إبراهيم احتسب دقيقتين 120 ثانية كوقت إضافي على زمن الشوط الأول. مشاهدينا الكرام، هل نشاهد هدفا من أحد الفريقين قبل ما تم الشوط الأول؟ من يدري، قد يحصل ذلك وقد لا يحصل. كرة بركانية، أحمد بهجة، أحمد بهجة إلى أنس نية، أنس نية يمارس الكرة فقط إلى الحارس أنس الحواصلي، أنس الحواصلي إلى لاعب بن رحمة، مهدي بن رحمة، لاعب الشاب يمارس الكرة إلى يوسف أنور، يوسف أنور، يوسف معه إسماعيل السردي، يوسف أنور مر الكرة الأمام، كرة لأصدقاء اللاعب مهدي النغمي، رحيم شاكر يرفع كرة عالية وكادت تخلع الدفاع، صدور حارس بشكل جيد ريدا تكناوتي، نلعب الوقت بدل الضائع على بعد تقريبا 50 ثانية على نهاية الوقت بدل الضائع المحتسب في دقيقتين. يستمر التعادل في هذا اللقاء بهدف مقابل هدف. كرة مع يوسف أنور إلى عبد الرحيم شاكر، شاكر مر الكرة لمهدي النغمي، تسديدة قوية والكرة إلى خارج أرضية الملعب، تسديدة قوية من إلياس حداد صاحب التسديدة. 20 ثانية الأخيرة على نهاية الشوط الأول، إعادة تنفيذ الخطأ في مكانه الصحيح والثابت يقول الحكم سيد نور الدين إبراهيم حكم من عصبة الدار البيضاء الكبرى. ونهاية الشوط الأول مشاهدينا الكرام بتعادل فريقين هدف مقابل هدف. زهير رامي يحييكم ويقول لكم أستودعكم الله عند بداية الجولة الثانية إن شاء الله بحول الله تعالى.